صباح الخير، أنا نسرين عبد الكريم من قرية ثبرة. بحب أحكي عن تجربتنا مع مركز وئام، عن اللقاءات اللي لنا ثلاث سنين تقريبا نتعامل مع مركز وئام. تلقينا الكثير من الدورات التوعية والإرشاد. هذه لقاءات التوعية والإرشاد ساعدتنا في كثير من رفع معنوياتنا اولا، في اول شيء كمان ساعدتنا على تعرفة حقوقنا من خلال لقاءات مع محامي، عن كيف الوحدة تسعى لانها تاخذ حقوقها في الميراث، في اشياء كثيرة احنا ما كناش نعرفها. ثانيا اخذنا عن قرار 13-25، هذا القرار اللي تضمن الاربع المحاور، المشاركة والحماية والرعاية. احنا اخذنا التمكين، اخذناها بقضية التمكين هاي بالنسبة للسلال اللي عملنا من خلال التمكين على تدريب على سلال القش، دورة سلال القش هاي ساعدتنا في اكتساب خبرة كيفية صنع سلال من القش.